يلا الجزء الثالث من بلا مارا كالعادة خلينا نزيدوا نذكروكم باش تشاركوا تربحوا زوز ملايين كل جمعة وخمسة ملايين كل شهر. سهل برشا، تبعث سي على الرقم التالي 85 98 وتجاوب على الأسئلة باش تقوي في حظوظك للربح. نعاود نذكر سي على الرقم 85 98 للربح زوز ملايين كل جمعة وخمسة ملايين كل شهر. يسعدني. في الجزء الثالث باش نستقبل سي رياض الزاوش رئيس جمعية ثقافة اسطنبول بتونس. مرحبا بك سي رياض. شنو هي الجمعية وشنو هي ثقافة اسطنبولي وشنو هي والله هنا نحركوا ندوروا تبارك الله وشوية تنشيط البلاد وشوية نحيوا الكساد كما نقول الكساد الكساد اسطنبولي ينحي الكساد في هي شوية في ثقافة اسطنبولي هكا وي هو ينحي الكساد معروف عليه هو اسطنبولي وفيه تسمع فيه ماك تعرف يقول لك ضربة القنبري سخونة هكا يقول لك هكا اي هكا ضربة القنبري سخونة والعريفة وكل الأجواء وكل الأجواء نتاع اسطنبولي اي ماك تعرف ما يخفيكش هذا. علاش تركيز رياض يعني اخترت الاسطنبولي كظاهره موسيقيه في تونس شنو هي هو الفن هذايا برهان قبل كل شيء الساعه انا في عائلتنا مش نتاع اسطنبولي لا في عائله بابا لا في عائله امي هذاك علاش علاش مشيت غرامي باسطنبولي خاطر بصيفتي نسكن في المدينه ونخدم في السوق وفي المدينة ومغروم سيدي بالأحسن وبالمألوف وبالمجرد وبالعيسوية وبالقادرية ماك تعرف إنسان يبدا نقولوا نحن ما سايح في الزوي هذوما وفي الطرق هذوما كل واحد كيفاش غرامه فيش يجي أنا غرامي جاني بجمعة اسطنبولي خاطر كان عم محمد البديري الله يرحمه الحبيب الجويني عبد المجيد بوستة معناتها هذوما بسيدي عبد السلام ما بين الرباط الجناح الأخضر والرباط المصران تلقاني ما بين هكا ما بين هكا ما بين دار كوفة ودار برنو معناتها وكنت اسطنبولي يا أخي ثقافة المدينة هو ولا من المفترض أنه ثقافة طارئة على المدينة ولا لا هو كلمة ثقافة كلمة المدينة في حسب تاريخ اسطنبولي والكلمة محلولة ليكم زاد خلينا نفهم اي هي كلمة اسطنبولي في زوز ولايات برهيرش فهموا برشا ناس نحطوهم في موقعهم كلمة اسطنبولي في زوز ولايات في الجمهورية التونسية ولاية صفاقس ولاية تونس صفاقس وتونس بون في الجنوب يسميوش والقروان ما يسميوش اسطنبولي يسميوه البنكا خاطر اللي حتى كان يقولوا هكا بكري حتى الكبار اللي عاشرتهم وكل شيء يقولوا القنبري كان في مدينه تونس ومدينه صفاقس هكا هو هذا هو موجود اي وانت غفران جايبت لنا الحكايه والروايه صحيح نتاع الارتباط بالعالم الزنجي في تونس هو اللي خلق اسطنبولي اي يقولوا لي هي يعني خرجت يعني من المعاناه نتاع السود من العبوديه وانه كان فما ملك مالي يعني كان في رحلته في البحث على بنته سعديه وانا اي سعديه دونك اي كان ياخو يتوسل في الالات هذوكم باعتبار بنته تعرفهم دونك هو خذاهم يعني على امل انه في رحلته يعني من مالي حتى لوصل لتونس هكا وكان غلطه صلح لي باش يلقى بنته وانا والله كنت مره عامين التالي او ثلاث سنوات التالي عيطوا لي اني باش نلعب دور سعديه علاش ما لعبش دور سعديه؟ خليني نكفي سعديه خير لعبت وما خلصونيش ولا تعدى العمل ولا تعدى حتى سعديه قلبوها زاد الناس كل مقلوب بالبلاد هذيا سامحني ما دام تحكي على ابو سعديه خاطر هنا يظهر انه الفن سعديه هو اي هو الحاجه خاطر انا مانيش متضلعه في الفن هذا نعرف الاصول كما تعرفهم غفران اما نعرف مثلا في الجزائر ما يقولوش بو سعديه غفران يقولوا بابا قاره وانا شو يقولوا هكا ولا لا بابا سالم بابا قاره بك اللبسه هذيك وحنا شفناها وحنا وش معناها قاره وش معناها بابا قاره يظهر لي عنده علاقه بك قاره بالعثملي معنى الاسود اللون الاسود ولا قاره مصفى مثلا كان قاره قاره كقاره مصفى اللي هو كان دي فما لقب في دي دي قاره 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 مشتق من قاره 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 مصفى اللي هو كان دي من دي تونس قاره بالعثملي باللغه التركيه القديمه مع اللون الاسود قاره هو اللون الاسود هذاك علاش حبيت نسال هنا ونسالك انت خاطر انت عملت عليها بحث ما باش نسالك شو نسالك لا بين الظفرين على القاره يا ولدي حاب نسالك على
خضرة ما قارة مش والقارة وجاوب على القارة وجاوب على القارة والله ما نعرفها اي شنو هي السؤال انا خاطر عشت زي شفت البيرسوناج وكل شيء ليه مادام فما بوسعدية وبابا قارة وبابا سالم معناها راهو الكل من نفس الجذر معناها كأنهم هما الأساتذة عملوا خلطة ما بينك الإرث الإفريقي وما بين التراث التونسي والأخرين إرث إفريقي تراث جزائري والأخرين تراث مغربي قريب فوالا هكا حبيت نسكي شوف الحكاية شوف الحكاية كبيرة ياسر هذايا نمط موسيقي ياسر متطور وياسر كبير أيه. شوف كيفاش بدات الحكايه بدات الحكايه في عصر حموده باشا هو عصر حموده باشا مش المرادي الحسيني 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 أيه؟ هو بارازار يحب الـ يحب الـ يحب الـ الفورم هذه اسطنبالي يحبها كانت تلعب الفورم هذه راك تتكلم تحت حضره عبد الستار باشا دايره كانت تلعب بطريقه سريه أيه؟ كانت تلعب بطريقه سريه أيه؟ فهو فهمت اللي 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 معناها اعطاهم الامكانيه باش يخرجوا يغنيوا هالفن هذا ويحللهم القصر باش يغنيوا الفن هذا ونصب لهم حتى الكاهيه نتاع الافارقه معناها اللي عندهم معناها التوانسه اللي عندهم اصول افريقيه والاشياء هذه لكن الحكايه ما وقفتش هنا هذا علاش انت جبت المدينه الاهل نتاع مدينه تونس عجبهم الفن هذا برشا ولاو الفتره هذيك ما يغنيو كان الفن هذايا تلموه قويه نفسر لك اسطنبالي اسطنبالي يغنيو ويحبوه مزيان فاذن هو اش اذن اذن بحاجه مهمه انهم في المالوف لانه المالوف التونسي راهو معناها قوي قال نعملوا نوبه فيها شجار هذايا اسطنبالي فعملوا النوبه ما تسمى بنوبة الرزد العجم يسميوها نوبة الرزد العجم صرح المهدي لأنه شريف عندك لحنة تغنيها شوية يعني عنده ستيل عنده باراري تيرارارا لا 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 هذه مشتقة من اسطنبالي يا فرحتي بالغزال المدلل يا لا 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 يا لا 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 في فرحة والشوفة يا هوال يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 هذا شو خلينا نكمل فما حاجات مهمة بإيجاز خاطر مش نحب نسمع اسطنبالي فاسطنبالي شوف شو عمل عمل حاجة غريبة ياسر ريتو الريبرتوار نتاع المالوف التونسي الموسيقى التونسية الطبوع الكل أغلبيتها تمست بالنمط نتاع اسطنبالي من الدين من حمودة وبعد ولا وخنقل باش نختم باش ثم ما يسمى بالختم في شكل موسيقي اسمه الختم في كل نوبة نتاع مالوف اسمه الختم في كل نوبه أيه؟ هو اصله اسطنبالي اعطيني ختم دم تاك اعطيني لا وش دم تاك اعطيني كلمات اعطيني البعاد شيء عجيب ما اصعبه في قلوب العاشقين ما مره يا حبيبي اغرم فؤادي ما اصعبه ما تعني بحب حبك مرة واش غافو يلا يلا سيلاتي قبل ما نمر توا خلينا نسمع الاولاد نمر قد اوفى وحتي صح اول مره نعرف النمط لكن راهو بالنسبه لك الشقشقه نتاع الحديد كان زاد رمز وانا قرات هذه المساله لهذاك القيود اللي كانوا ياتوا بهم الرق والعبيد هذا واش حبيت باش نقول يعطيك الصحه يلا هو في سيريات توا باش تفسحوا المجال سيدي عبد الستار كلمه هي مش ما يقعدش خلط في اذهان الناس اسطنبالي حاجة أيه. ابو سعدية شخصية أخرى ما عندهم حتى علاقة ببعضهم إلا الأصول الإفريقية ما عندهم أنماط مختلفين مش أنماط ابو سعدية ما عندوش نمط ما عندوش موسيقى شخصية ابو سعدية شخص يقولوا الأسطورة تقول أنه ملك من ملوك بلاد السودان أيوة. بلاد السودان السنغال الحالية أيوة. مش خاطر الأخرى اسمها بلاد النوبة ولا سلطنة المالي ولا اللي هو بلاد ما بين بعد الصحراء خطفوا له بنته أيوة. وقعد يتبع فيها فركسها الطفلة هذه اللي باعوها في الأسواق أيوة. باعتبار تونس كانت من أهم المراكز نتاع العبودية أيوة. مراكز معنى بيع أسواق للأسواق العبودية من قديم الزمان فبالتالي جاء تونس كما مشى الجزائر كما مشى المغرب هذاك علاش يحط على وجهه جلدة جلد أيوة. في نقيبات وفي بقعة فم مش يرى وما يراوش لأنه ملك هو هو شريك مع كبير في قومه ما لازموش يشوفوه أهل جلدته لكن يغني بكلام يقول أكل كلام أيوة. قصايد كما يقولوا مثل هذه لكن بلهجته هو بلغته هو لغة الهوسة لغة شنو الهوسة الهوسة هي لغة نتاع القبائل
نحن نقول بالدارجة يتكلم الإنسان بالعجمي. 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 مش هي برك تفهمها، مش لعل تسمع وهي في دار متجار محبوسة فتعرف اللي بوها يفركس فيها. وهذه شخ حاجة. اسطنبيلي كموسيقى، موسيقى دخل للتونس مع الزنوج اللي جاونا في كي جابوهم سايكنات معناها كعبيد. سيريا صغيره يغنيوا ايش اقول لك الغناء اللي يغنيوه يغنيوه بلغه اسمها العجميه. اللغه العجميه هذه هي لغه الافارقه التوانسه خرق العجم موجوده في حتى بلاصه. سيريا تعرف اللي ذاعت لنا غفران غفران ذاعت لنا ودخلت في الاعلام والراديوات والضوء وضاعت وفقدت شخصيتها وما هيش فاهمه روحها على اليمين على اليسار وهي شكوني هذاك عليه توا شكونهم الاولاد اللي جاوا معاك شو اسمهم سميهم؟ عندي لطفي كورنيف، عندي نور الدين السوداني، عندي لطفي الهمامي. بابا لطفي وبابا نور الدين وبابا وبابا لطفي الاخر وبابا لطفي الاخر هما توا تعملونا رسافيه توا باش يطلقوا الصيحه نتاع نفركسوا على غفران العرض هذا اللي باش تشوف توا مباشره اسطنبيلي في بلامارا. يا مريم يا مريم يا مريم يا مريم
لا سلينا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. للحظه حسيت الاجواء هذه بتاع التخميره كما كنا نحكيه في الجرو ريبورتاج على العيساويه، يا اخي يقع فيها قصه الاستحضار ومحاورة الأرواح الأخرى الساكنة في البشر، وحكايتك اللي يمنوا به يعني البعض الجنون ونخرج جن وندخل جن في قصة اسطنبالي ولا هي راهي كانت بكري ما نغطيوش عن ساش بغربال. هي الحكاية هذه كانت موجودة في الكبارنا، وكانت ناس أميين وكانوا ناس عايشين ببركة ربي، وكانت ناس تدخل بالزوي. هي مش حتى في اسطنبالي بركة، في جميع الطرق الصوفية الكل لازم ندخلوا كل الحكاية. اسطنبالي تخلف في الحكاية في التاريخ هذا هو بتاع أنه خاطر حسيت في الأخر التخميرة بتاع هكا ولا ايش يا بستار؟ اي ما عندك مريض التخمير. علاش؟ التخميرة يتخمروا بالمجد. معناها العريفة معناها العريفة تقوم راه متحزمة معناها تقوم تخمر وتولي تتكلم في كلام ما نفهموش. اللي هو؟ تتكلم بكلام ما نفهموش، ما نعرفش ما نفهموش أصلا. أما يقولوا أنها تتكلم على لسانها ماهيش هي تتكلم. زعما الجن يتكلم على لسانها هكا ولا؟ هما في النوب نتاعهم راهو عندهم النوب المشايخ. كنت تسمع فيها يغني على سيدي بوسعيد على سيدي عبد القادر، وعندهم النوب نتاع الصالحين. شكون هما الصالحين؟ هما جنون الصالحين. جنون الصالحين اللي هما بابا اللي هما سي بابا سركي، اللي هي ماما ينا، اللي هو سيدي خنموس. ساعات خفران راهو ساعات في بعض الواعي الحصه تبدا تهتري وحدها. ام ينا ام ينا شو اسمه ام ينا تتكلم وحدها هي شكون اخرين؟ بابا سركي. بابا سركي كيما تقول العريب. بابا سركي بابا خنموس. خنموس تقصد نجيب تزيري في الراديو تقول بابا خنموس معناها باش تفهم اللي هما شوف معناها ما همش ما يقسيوش، يحبوا مشايخ تونس. أيوة. وتلقاهم في غناهم الكل كيما زاد تلقى غناء الصالحه الصالحين نتاعهم. مع الملاحظه برهان هو انه ما تلقاش بخلاف سيدي سعد. زاويه سيدي سعد الشوشاني اللي زاويه كبيره ويمشوا لها في احتفال كبير في العاصمه برا من العاصمه في مرناك ويمشوا لها في احتفال كبير ويهزوا العتروس ويمشوا العباد ورد بالك راهو كبير معناها كبير. الزاويه هذه هو اغا اغر الحريم الملكي. اسمعناها اغر الحريم الملكي. كان عندنا بابا سرور مثلا في القصر الملكي، كان عندنا بابا سرور القصر بتاع البي القصر الملكي. بابا سرور اللي هو اللي بالحريم الملكي خلط على بابا سعد كيف. وبابا سعد ما علاقه الحريم الملكي والجو بتاع الواحد باسطنبول؟ هو لانه زنجي. فوالا هو اسود. أي. وبالتالي هو موجود في باب معنا في الحريم الملكي يشرف على الحريم. أيوة. فكر بابا سعد بابا سرور كان نهار طول راقد مسكين. أي. وهو يسمع طالون تعدى يقول بنات داخل سراي. هو خاطر جانا من تركيا معنا كاريمو. لكن هو اللي حاسبهم راهو جا نقول لك هذا الاغا هو اللي الافارقه معناها اللي في تونس. هو السيد نتاعهم. هو السيد نتاعهم وهو ومال فما ملاحظه يعرفها الشيخ ديما معناها. شوف في اسطنبالي المعلم تاع اسطنبالي يتسمى لينا. لينا لينا المعلم يسمى. ولينا شكون؟ لينا مش اللي هو يحكم في الفرقه كهو. هذا في الصنبالي. استنى استنى مش يحكم في الفرقه كهو، لا يحكم في الفرقه والتريتوار. يقف واحد يشطح يقول له انت ما تشطحش تمشي. اي في التريتوار كل تب ويعيط للعريفه هي اللي تتحرك. انا ما نعرفش الرياض يعني. انا نتذكر كي كنت صغيره كان ديما اسطنبالي يدور يعني في حومنا الشعبيه ويدخل ديارنا والكل. هذيك في الخرجه مثلا اللي كان يحكي عليها السي عبد الستار اللي هي خرجة سيدي سعد. كانوا فما فرق، فما كانوا هما زوز، فما كانوا فوز زوز ديار في مدينه تونس اللي هي دار كوفه نعرفوها في نجل في نجل الحاجه في نجل نجل الخلوه في سيدي منصور غادي في ربط باب الزيره، وكان دار جماعه اللي في باب سيدي عبد السلام في جناب حيط السباله. كانوا كي يعملوا الخرجه يخفوا قدام قول سيدي عماره يتلموا جماعه خاطر السكان الاكثريه كانوا مقسمين على الربط هذا والربط هذا، وتلقاهم يعملوا 14 عريفه. تو نحن في الخريف كانوا يعملوا 14 جمعه 14 جمعه اللي 3 اشهر تاع الخريف. يطلعوا سيدي سعد مرناك بمحضر سيدة البي وسيدة البحري. غادي يعملوا كدوره في البلاد في المدينه. شنو هي؟ ما كانش بكري التلفز وما كانش الراديوات للتعريف. يقولوا نحن انسان يبرح شي يلم باش يعرفوا العباد اللي فما زياره. 3 ايام يطلعوا بالاربعاء والخميس والجمعه نهار السبت يهبطوا يطلعوا تطلع العريفه اللي بعدها. وكانت الصافيه ديما العريفه هي اللي صاحبه هي اللي مثلا تلم تعمل الطقوس هذه اللي انه هو اللي نقولوا نحن اللي تصرف
واللي تجيب زي مثلا وكانت العريفه عندها بناتها يقولوا نحن كجاكا كجاكا اللي هما اللي يعاونوا في العريفه كل واحده فيش ليا الاخرى ليها بالتي الاخرى ليها بالعشاء الاخرى ماكله فما ماكله سبيسيال فما التكرى فما التكوى لا تكوى هذيك التكوى والتكرى هذيك تنغذ القورو اي شو الدنيا اخرى هذا عالم اخر هو عالم اخر شوف بالله بالله فما حاجه يلزمك تقولها شيخ دركوفه هو المكان هذا مهم اللي تتلم فيه الجنون هي داركوفة ما يظن ما يظن ما يظن داركوفة خاطر كانت بكري في الرباط بالزيرة في الدار هذه الوحيدة في الرباط هذاك ومعروفة بالسطنبيلي داركوفة توا سمعت الحجامين وسيدي منصور وباب جديد يعرفك تقول له داركوفة يقول لك دم يعرفوا نلاحظوا حاجة أنه سامحني يا سلوى لا لا جوست على خاطر يحكي على داركوفة اللي راهو عكس الطرق الأخرى الصوفية الأخرى ما عندهمش زوايا بخلاف سيدي سعد لا عندهم سيدي فرج هو منبع الجنود لا عندهم سيدي فرج في سطرة انا حبيت في تونس في تونس في سطرة انا نحكي على العاصمة نحكي على يا عايش خويا قال سيدي فيصل القاسم يا جماعة زاوية سيدي عبد القادر تلقاها في باب سويقة فما واحد في باب في ناج الكبدة فما واحد في ناج الديوان فما واحد تلقاهم في كل بقعة الموسيقى هذه ما عندهم زوايا عندهم ديار خليني ما نعرفش اخيرا ولا لا اخيرا اما لا سيريا انت قلت خاطر كانوا قبل معناها اللي كانوا على نيتهم ويحكي برهان على الاستحضار علاش ما نشوفوهاش من زاوية اخرى راهو كيما اي موسيقى ما يصيرش كي تكون حلقات نتاع تداوي نفسي اللي واحدة باش تخمر ولا باش تخرج من سينا لسينا اخرى خليني من جانب التعويض يعني تكون يعطيك صح ما هو يكون الاحتفال بالتداوي في اطار احنا تو شوف كان باش نزينوها نقولوا لها ميوزيكو ثيرابي تدخل في اطار المداوات شعوذة ولا لا 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 مش نحكي لا لا لا, لا مش نحكي على الشعوذة والاستحضار ما نحب انا ما قلت مش نحكي انا على شنو اللي يصير لكن اذا كان الانسان بك الرقصه هذيك وك الاندفاع نتاعو ويعرق ويخرج متفرد وبرا هذاك هو سيري بيوت خل نجربها الكلام ما يدليش عزيزة عثمانة كان تعمل حبس عزيزة عثمانة حبس السيدة عزيزة عثمانة على مستشفى بمرسان العزافين على نوبة بين الموسيقى تعزف كل يوم للمختبلين مش تريضهم مش يشبحوا يرتاحوا ويرقدوا اعطيوني هذه اعطيوني الموسيقى تاع المختبلين هذه خاطر الموسيقى كلها مختبلة يخاف لكم ويكون يشبحوا وقتها اعطيني سيدي سلام عليك يا بابا سرو كمون يا بابا سيدي منصورة يا بابا مولانا ملان يا بابا مولانا ملان يا بابا نمشي ونزور يا جدي جدي منصورة يا بابا ديوانا جنبي يا بابا ديوانا جنبي يا غلام سلام عليك يا بابا الله عليك يا بابا مولانا ديوان يا بابا يا بابا الله الله يا بابا سلام عليا يا بابا نجيب مرينو يا بابا نجيب مرينو يا بابا نجد النخلات يا بابا نمشي ونبادر يا بابا معليك نور يا بابا يا بابا شمع وبخور يا جدي جدي منصورة يا بابا الله عليك يا بابا يا غلام سلام عليك يا بابا الله عليك يا بابا سرو كمون يا جدي جدي منصورة يا بابا غرقي مرينو يا بابا غرقي مرينو يا بابا سلام عليك يا بابا سلام عليك يا بابا الله عليك يا بابا سلام عليك يا غلام سيدي منصورة يا بابا وعليك النور We'll be right back.
حاجتي بالليم ناسيونال نتاع اسطنبيلي، حاجتي بالتخميره اللي وقت اللي انتم تبداوا فيها العالم الكل يتحرك يهتز ويتحرك، حاجتي بغفران تبدا يخرج الارواح الشريره. فما في الجمهور شكون تفاعل مع الموسيقى من بكري؟ تو نشوف الجمهور وكذا. يعطيني شنو يا شيخ رياض؟ برا سيدي انا اقول التخميره التاريخيه. يعطيني السوق بتاعك. الله السوق بتاعك حلو. الكلمة الأخرى عندك أنت قبل ما تغدرنا؟ الكلمة الأخرى والله أنا يعني ماذا بيا حاجة بركة. أي. ربي يصفر حاسنا كما يقولوا. والله. وإن شاء الله فما برشا تونس فيترينا وفيها برشا موسيقات وفما برشا تراث. أي. اللي هو تسمع فيها راهو نجموا نستحفظوا عليه هذاك مش مخبين ونوريه وخا التراث المادي مش اسطنبيلي بركة برشا طرق وبرشا حاجات. راهو عندنا ما نوريه للسايح وعندنا ما عندناش الفولكلور ما عندناش المزود ما عندناش الطبان ما عندناش المالوف ما عندناش راهو عندنا حاجات هذايا تراث مادي اسطنبيلي راهو يجيب. حابين نحن نعملوا فيستيفال اسطنبيلي في غال الملح بعاد على الضغط على العاصمه في علاش غال الملح برشا يسهلوني قالوا لي علاش غال الملح؟ غال الملح خاطر كان بريان نعرفوا نحن فما ثلاثه ابراج هذوكم وكان فما بورتلي فاغين وكان السجن نتاع العبيد اللي كانوا في تونس. حبينا نعملوا فيستيفال اسطنبيلي كيما فيستيفال القناوه في المغرب وكيما فيستيفال الديوان في الجزائر. حبينا نحن ما مذكر وزاره الشؤون الثقافيه قد ما نجري نحن كنعملوا مولديه. اي كنا نعملوا مولديه الساعه انا ما نتمرج انا كش نعمل خرجه بتاع المولد هذيك كان نجي بها القراوه ومن نفطه ومن تونس ومن الخروج. المرجوين المرجا تسمع فيها الوزاره والاداره والدنيا الوزيره يا سيدي نجيب الورقه انا شو نقول لك حاجه انا شو نقول لك حاجه سيدي من جانفي 2022 وانا مقدم تسمع فيها مطلب السيد الوزير الثقافه شنقابلك يا ليله شنقابلك ربي يكون نطلبه يعطيني وانت بشر كيفي كيفك ما تستجب. هاي فرصه هاي فرصه اسمعني اعطيني ضربه صغيره بتاع لقاء وزير الثقافه مش خلي هو
برهان تعرف وقت اللي نفكر وقت مهرجان المدينه سي مختار رصاع خمم مش اسطنبول يجيبوا وقتها سنوات هو اللي خرجوا من الزاويه هو اول واحد معناها لقى معارضه نعم شو معارضه؟ قال الاسطنبولي حتى مهرجان كرتاشي 2017 نظر له كيف اللي معناها باش تحطه مع معناها مالوف وحاجات هكايا جيت اسطنبول ومع ذلك جا اسطنبولي العباد ولات هكا حتى في 2017 سي برهان هو في مهرجان في مهرجان كرتاج كان شد مولدي مهرجان كرتاج عمل ليله ديوان عجم اللي كانت فيها الجزيريه والمغاربه والتوانسه معناتها مختار الساعه ديما هو اللي خرجوا من اطاره ضيق من الزوايا حد خرجوا للشارع خرجوا للفستيفال قبل الناس الكل راه كل واحد يخوف وزارة الثقافة يعني لطم الطميمة هؤلاء الناس اللي هما ما أنت حالة متاعهم حتى اليومية راهم يعيشوا في ظن كبير جدا يتنفسوا موسيقى ويحاولوا باش يخرجوا إلى الموسيقى يبعدوا على الستريس يبعدوا على الضغط فدعوة إليه يا سيدة الوزيرة يا وزيرة الثقافة أرجوك ثم أرجوك التفتي إلى هؤلاء خاصة الذين خرجوا الدارين اللي هما قاعدين خرجوا من آخر هي النجمة الزهرة تمشي للنجمة الزهرة النجمة الزهرة الأشياء اللي فورم ميوزيكال في تونس تتنجم تتبناهم راي واضح يعطيك الصحة رياض الزوج فرحانين برشا أنك كنت معنا موفق بارك الله فيكم الأولاد ميرسي بوكو أنكم كنتوا معنا تبقوا معنا باش نواصلوا في فقرة تويرخ فرحان باستقبال إيمان بن حسين مخرجتنا السينمائية فيلم قدر والدنيا وقاعة سينما وجو إيمان عسلامة عسلامة برهان شنو أحوالك مرحبا عايشك شيخة قاعدة تتبع في الفيلم أي والله شيخة على الأخر مش قاعدة نتبع ديما نتبع حياتي كل نتبع في الفيلم حياتي كلها في قدر هي حياتي عندها عامين في قدر توا هذا هذه نكمل بها يلا يلا إن شاء الله تكون محطة ومحطة طبعا بمزيد من التألق باش نحكيو معاك إيمان على قدر باش نحكيو على السينما باش نحكيو على كل شيء لكن قبلها أنت باش تشارك معنا في النقاش في إطار فقرة توارخ يلا دو نوفمبر الايامات هذيا البارح 1 نوفمبر ذكرى ثوره عظيمه في تاريخ العالم العربي الوطن العربي في تاريخ ثورات العالم خلينا نشوفوا الكليب هذايا اللي ارخ بالموسيقى وبالاغاني اللي طلعت من الجبال لذكرى 1 نوفمبر تلك الليله بين 31 اكتوبر و1 نوفمبر 54 خلينا نشوفوا الكليب يا سيدي هل يعني مش وقته نتخلصوا من الذاكره ولا لازم الذاكره تبقى حيه؟ عماد الزرقاء اليوم نحكيو على فرنسا خرجتها الجزائر بضريبه الدم نتاع 1.5 مليون تونس كيف كيف المغرب كيف كيف اشتر الشبيبه تحلم باش تهاجر لفرنسا كيفاه نجاوبوا على البارادوكس هذايا في ذكرى ثوره نوفمبر المجيده الجزائريه؟ ساعه الشيء نحب نقوله جميل ابو حيرد حيرد لازم نحيوها ساعة اكيد باش نحكيو عليها نحن في محاوله للاتصال كنا اتفقنا انها باش تكون معنا هاتفيا لكن يبدو انه تعطلت الخطوط هالمرأة العظيمه هذه اللي, اللي 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 قامت به معناها عملت شيء معناها ما يعملوش معناها حق معناها اون برانسيب يعملوا راجل معناها باش نحكيو عليها ويعملوا راجل يعملوا راجل تعرف شنو يعملوا راجل يعملوا راجل علاش يا سي ايمان لا 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 خليني نقول لكم لا 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 باهي شنو نقول واش معناها يعملوا راجل امراه مكلفه بمهمه شنو هي المهمه بين الجبل وبين المندوب اللوطه معناها تخرج في الليل وتمشي وتقطع وتعمل هذه اشياء معناها مش سهله او مكلفه انها تحط اللغم
للفرنسيس انه مش الحالات رجع لي ارجع لي الاجابه على السؤال يا جماعه. اي سي عبد الستار والله انا نقول اول حاجه ساعه نحب نحيي الاشقاء جيراننا الجزائريين اللي احنا جزء من جيراننا في سونس بروبر اي سون سيغوري بالمناسبه هذه اللي كما قلت انت عطاو فيها ضريبه الدم، ضريبه الدم مرتفعه اكثر من مليون ونص تقريبا مليون 800 من المفروض واكثر، واذا كان نحسبوا زاده من اللي دخلوا الفرنسي 1830 وبدايه معنا من وقتها كيفاش الامير عبد القادر واش عمل وغيره معنا من المناضلين راو عدد مهول من ولاد البلاد اللي وقع على اعدامهم ولا قتلهم ولا استشهادهم على يد الفرنسيس. لكن بالحق تقول انت بعد 60 سنه من ذلك بالضبط اش معناها؟ اسكو ما نجحناش؟ فما حاجه خلل ما فين انه هل الناس اللي خرجناهم بالسيف وقلنا يمشوا علينا وما صدقنا الرب يخرجوا ولينا حنا نجلوا في جرتهم خالطين عليهم خالطين عليهم ونموتوا في الفلاي نموتوا في وهذاك اشوم معناها ان نموتوا في الثنيه خاطر خالطين عليهم هكاهو نموتوا في الثنيه معناها خالطين عليهم بصفه غير طبيعيه معناها شنو الخلل هنا؟ معناها فما كلكو بار فما خلل ممكن قعد تتنحى الاستعمار يعني بمعنى الاستعمار وقعدنا في استعمار فكري وقعدنا ديما نحب نكونوا في تبعيه وكان ديما قعدت عنا عقده لون بلون بالمعنى مش الرجل الابيض يعني كيك ولكن قعدت يمكن عنا العقده هذيك يعني حتى نحن لليوم يعني في تونس او في بعض المناطق يعني اللي تم استعمارها يعني من قبل فرنسا يعني يصير جلد للذات وقت واحد يغلط في كلمه بالفرنسي والا يكون نطق نتاعو مغير سليم والا ما يتقنش اللغه الفرنسيه نقوموا نقاوموا عليه ونقعدوا لي وغيره. سلام. خليني من بعد ولا ساعة نقول لهم كل عام حيين بخير 1 نوفمبر 1954 قداش من عام حسبته أنت وفرصة ميسالش خلينا نستغل المنبر هذا باش نحيي كل عائلتي الموجودة حاليا في الجزائر مسقط رأسي وبداياتي في الحياة هذه. صحيح الكلام اللي قلناه أنا نعرفهم لزالجيريا ونعرف شو ما داخلي أوسي خاطر. يخلطوا عليهم على خاطر تعتبر انه الاستعمار لعب دور كبير برشا باش يخلي الدول اللي كان مستعمرها متخلفه زادا. يعني انت كي يجيك ويهزلك ثرواتك وعبادك ويحب يطمس لك ثقافتك ويحب يقتلك لمده القرن و30 عام لا موندغ دي شوز حتى كي يمشي غادي على القليله يطلب السماح يقول لك سامحني على اللي عملت باش نجم نبدا صفحه جديده. بطبيعه الحال انا نعرف الجزائريين برشا، انا الوالده تحيه ليها تتكلم فرنسي اكثر من تونسي، تتكلم لغتهم وما تحبهمش. تقول لي خاطر كنت نتمنى نحكي بالعربي وكنت نتمنى كانوا يجيوهم في الاقسام يقول لهم نو زونسيتخ لي غولوا. معناها طمس للهوية عادي جدا من بعد ويمشي يمشي كي باش يمشي يهرب باش تمشي. فما نظرية فلسفية ولا في علم نفس انه واحد يمشي للجلاد نتاعو ربما الغادي باش يمشي له، يعني هذه حكايات أكبر وتتطلب وقت أكثر. أنا كانت لي الفرصة وحكيت مع الأستاذة جميلة بوحيرد مدام بوحيرد اللي تقول لي قولي لي لميمة أيا الحبيبة قولي لي لميمة، وأنا كي نحكي معاها تصرحت حتى باللهجة الأم تاعي. يمكن من بعد أنت مريم باش تحكي عليها خاطر شفت الصور نتاعها. الأستاذة هذه في الحقيقة ما تحبش حتى تحكي على اللي عملته للثورة الجزائرية وما تحبش تحكي اللي شافته. احنا سكننا في شارع اسمه شارع حسيبة بن بوعلي نحكي لها عليه، قالت لي صاحبتي هذه الله يرحمها الشهيدة عرفت علي لابوانت عرفت العربي بالميدي اكستيغاي، يعني هما ناس كما تقول خاوة ولا خوات ما تحبش باش تحكي على روحها، لكن هي ولات رمز ولات معناها ولات ايقونه. وتو باش نربط بالسوجي اللي كنا نحكيو فيه قبيله اللي هي البدن نتاعها تلمون تعذبت اللي ما عادش تحس الالم. بكري انتم تحكيو ما حبيتش نحط المواضيع مع بعضها، اما تقول لي من بعد يجيو يعذبوا ولا يقعدوا. سيفيني قالت لي خلاص ما زيدش تحس حتى ما نحس والو. يعني تخيل انت شدت 56 تسيبت في الاستقلال عام 62 وهي بنوته ومهنة وفي الثورات وفي التيارات التحرر لا فما لا امراه لا فما لا راجل. هي كي قبضوا عليها في القصبه وين تسكن
وتيروا عليها، تقول لي تيروا عليها من اللور، جات رصاصه من اللور ودارت لهم، ضربوها من هنا وهزوها كركروها للسبيطار غاديكا، ودخل لها فوق ال 100 واحد وشادين لي فيزيو وهما خايفين منها. هي نموذج احنا حتى يعني محليه البلاتو هذا، حكينا فيه على جيفارا وحكينا فيه على اساطير. المراه هذه ما عادش جميله كما انا نقولها، نقولها نورتنا، وتحيه ليها وتحيه لكل الشعب الجزائري وتحيه لكل الشعوب التحرر في العالم. يلا مادام نحكيو على جميله بحيره، خلينا نشوفوا الفيديو الخاص بجميله ونرجع البلاتو. بمحبة واعتزاز وتقدير صفق لها العالم كثيرا، وقع اختيار التاريخ على ابنة حي القصبة العريق في العاصمة الجزائرية كي يدون اسمها كأبرز المناضلات من أجل الحرية في القرن العشرين. هي جميلة بوحيرد، ولدت عام 1935، البنت الوحيدة في أسرتها بين إخوتها السبعة. حملت لواء المقاومة والنضال منذ صغرها، فتعلمت من والديها أن الجزائر لم تكن يوما فرنسية. في عام 1954 انضمت جميلة إلى جبهة التحرير الوطني والتحقت بصفوف الفدائيين، إذ كانت من أول المتطوعات لزرع القنابل في أماكن تجمع المستعمر الفرنسي، فأضحت بذلك المطاردة الأولى لدى جيش العدو. إلى أن تم إلقاء القبض عليها عام 1957 عندما سقطت على الأرض تنزف دما بعد إصابتها برصاصة في الكتف، لتبدأ رحلة التعذيب وتنقل بين السجون تمهيدا لإصدار الحكم في حقها. في 11 من يوليو من عام 1957 بدأت المحاكمة، والتي أبانت النوايا الفرنسية التي كانت تتجه إلى حكم الإعدام، لكن جميلة كعادتها كانت رزينة، وجابها التواطؤ المحكمة بصمودها وقالت: لا تنسوا أنكم لن تنجحوا أبدا في منع الجزائر من الحصول على استقلالها. خرجت صرخة جميلة من قاعة المحكمة إلى أرجاء العالم، فثار من آمنوا بالقضية لأجلها مرددين أنقذوا جميلة. يلا حبيت تتكلم حبيت نتكلم بكري على الاستعمار. طيب. انه نحن وقت اللي حكينا قلنا الاستعمار خرج، هم كيفاش مش يخرج؟ ما خرجش الاستعمار. الاستعمار هو الكهرباء، هو الترا. طيب. وهو كل شيء. نحن اليوم بركة الحكومه نتاعنا معناها حكيت وان يلزمنا نقبلوا بالبروغرام داجيستمون ستركتوريل اللي عملته الفون مونيتير انترناسيونال. ما زلنا ناخذوا القرار من برا، ما زلنا تترتب امورنا من برا. نحن نخدموا في البنوك وفي الادارات وفي الشركات باش دي زورغانيغرام ودي بريبريزونتاسيون من برا، ما تعملش في تونس. تفضل سي هادي. اول حاجه هذا الروبورتاج الفيلم اللي شفناه تو احقاق الحق، حاجه شرف كبير للأمة العربية كاملة من المحيط للخليج. أنا سأهدي هذه المرأة التي هي ليست جميلة بل هي جميلة جميع الأوطان العربية، وهي جميلة الجزائر. نقول لها هذا ارتجال وكتبته تو، قلت أنت الجزائر ثم أنت جميلة
أنت الجزائر ثم أنت جميلة يا ثورة التاريخ والأمجاد، لم تنحني أبدا ولا لم ترتعش، لم تلتفت لفظاعة الجلاد، أنت النضال وأنت ثورة ثورة من جبهة التحرير والإرشاد، لا زاد عندك إلا حب جزائر والحب للأوطان أفضل زادي. الله 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 الله. يجيش لبالكم، يجيش لبالكم، وهذه قالتها لي هي معناها في فوا، في بالكم اللي أمها أصلها تونسي صفاقسية من عائلة بوعكازين، هي تقول لي بوعكاز رقيق لكن تخيلها تقول بوعكازين، اي بوعكازين الرقيق. قالت لي كيف تقابلت مع الماجدة وسيلة بورقيبة كي جات لتونس، وقالت لها، قالت لها انا راني هكا عاد تحاول تقلد اللهجة التونسية، قالت لها عاد اش قالت لها وسيلة، قالت لها باللي هي جميلة به هي العائلة هذه، معناها من عائلة شريفة هذه في صفاقس، فهذا كان شرف ليها. وصاتني قالت لي قول راني نحب تونس والله العظيم، يعني معناها قالت لي قول لهم راني نحبكم بزاف، راني انا نراو تونس وتزاير وكل، وبدات تبكي تقول لي كل وين نتذكر انا الكلام هذا نبكي. وحتى الفيلم اللي عمله ليوسف الشاهين ما شافتوش وما تحبش تشوفه، قالت لي هو بو خذا لوتوريزاسيون من عند لافعلان جبهه التحرير الوطني الجزائري ومن عند جمال عبد الناصر باش نجموا عملوا الفيلم هذاك، ودخل في الاطار نتاع الحمله الدوليه من اجل اطلاق سراح جميله ومنعوها من حكم الاعدام. جوست تعقيب على الفيلم هذا اللي مثل قامت بدور لجميله ماجده الصباحي، نقولوا جميله بوحريد، بوحريد نقولها بالطريقه هذه. لما مثلا فما صوره بعثوها لي لما توقع عرضه اول مره في المانيا مع الفيلم هذا، لان حاولوا يعملوا بيه بروباغاند، لي زوتوريتي الماند مع الرسميين قبلوا ماجده الصباحي كاني يقبلوا في المناظره جميله، ما نقبلوها باسكورتي كاين تلمو تقمص الدواء كانه حبوا يعطي وزن للدفاع هذايا عليها، حتى انهم قبلوها قبول رؤساء معناها. انا فما تصويره برهين شفتها عجبتني برشا، كانت جمعت ايقونه المقاومه الجزائريه جميله حيرد مع ايقونه نضال الفلسطيني ليلى خالد في 2009 كانوا موجودين في لبنان، وانا كنت نتمنى انها تكون معنا اليوم مناضلتنا باش نسالها على سر اللقاء هذاك وشنو صار وشنو الكلام اللي دار، كان على المستوى الانساني والا على المستوى السياسي، شنو الكلام اللي تحكيه. بالحق كنت نتمنى انها تكون حاضره معنا. واسمعني، وانا كانت عندي فرص تاريخيه، انا حاورت ليلى خالد وغريت الفرصه، حكيت مع جميله بوحي وقالت لي على اي ومعني اي بالفعل كان اللقاء هذا ولقائها مع ماو تسي تونغ، برشا لقاءات عملتها هما، قالت لي لا حكينا لا على فلسطين ولا على الجزائر، حكينا على نضالات الشعوب العربية، وبالعكس احنا نقولوا لشعوبنا سامحونا ربما ما كناش في مستوى انتظاراتكم. وكانت لمسة تحية للثورة الجزائرية وللجزائر وهي تحتفل بثورتها. سيدي عبد الصمد، معلومة تاريخية احنا ديما انا شخصيا ما نعرفش العباد الاخرين كيفاه، اما نبت في الجزائريين وخيلنا يبدا قاعد حذاك في قهوة مثلا، انت تقول هكا حاجة على الجزائر والضرب ويخرج، ما نعرفش منين يخبيوه فين يحطوه ضربه، ديما ضربه موجود. حبيت نجيب ضربه باش انت بالحق محلاها محلاها على لبسه بالاخضر على الاقل. فاكتشفت ان الضرب هذايا تعمل عام 34 1934 تعمل في باريس، صوروا معنا تعمل في باريس، وسي حسين واحد اسمه حسين شنو هكا اسمه اللي عمل خطه، واول ظهور رسمي ليه كان 8 مايو 1945. ما تقوليش في مظاهره سطيف اللي ماتوا فيها 40,000 جزائري برصاص الاحتلال الفرنسي، كان اول ظهور للعلم رسميا معنا ظهور، خاطر تعمل من قبل قعد لوكال معنا عند بعض الناس خرجوه وقتها وباعتبار انه ماتوا تحت رايته تحت ظله كل مجموعه المساكن الشهداء ذوكم اللي قتلوهم ظلما وعدوانا، فولى رمز مهم جدا. انا قريت حاجه ونسيت اسم البوكسور تاع الجزائر، معروف فهمت كيفاش انه يضرب فيه، هو كان باستطاعته اسقاطه، ما حبش ينتصر، علاش؟ لانه هو كان ساعتها من الموقوفين على ذمه فرنسا وحبوا يعطيوه رغم انفه واعطاوه، يعني الجنسيه الفرنسويه ما حبش يربح باسم فرنسا، ما حبش يسمع يربح باسم فرنسا. يلا باش نخرجوا الاشهار وبعده باش نحلوا عاد المجال الحديث مع ايمان بن حسين وفيلم هالحدث قدر، تقعدوا معنا.